فيلم كوميدي انا عامله فيه بنت. هون عم نشوف صوره شو هي هيدي هيدي من الاغنيه اللي تصورت بالفيلم اغنيه يا لهوي يا لهوي يا لهوي شو قصة طيب اغنيه شعبيه مصريه عنوانها يا لهوي بكون فيها انا ومجدي فكري هيدي صوره لي كمان ولا هيدي كمان من الفيلم بنكون فيه بتعرف كيف زي ما بيقولوا بال مغيره فيها الصوره بس بنكون فيها عم بنرد على بعض يعني انا بقول له شيء بقاهره فهو بيقول لي شيء بقاهرني فبرجع انا برد عليه هيك انه كل الغنيه فيها أخذ رد وما رد حلو كثير هذه التجربة نعم هذه التجربة رح يعني شجعتك التجربة انك تكرريها اكيد اكيد هلا ان شاء الله عندي بشهر 7 كمان تصوير فيلم بمصر ان الله راد يا رب المفروض انزل على مصر واعمل اقامة يمكن شي شهرين او 3 شهور كرمال ما اخلص تصوير الفيلم ان شاء الله يا رب حلو كثير طيب كمان عم نشوف صورة مع عايدة رياض الفنانة عايدة رياض اكيد بقدم لهم شكر كلهم لانه وقفوا حدي لانه هذا كان اول فيلم لإلي انا بمثل فيه كنت لسه جديدة فعبد الله مشرف سكر عن جد كثير كثير وقفوا حدي وساعدوني اكيد بشكر المخرج كمان والمنتج كلهم حلو. يعني طيب رلانا عم نشوف في ظاهره غزو الفنانين المطربين اللي بيغنوا للتمثيل حسستني يعني داخلين على حرب لا انا حسستك انه عن جد يعني منشوفش انه اي حدا صار بيغني اغنيه صار مباشره بيروح بيقول انه عندي فيلم هذه هي ظاهرة صحية ولا مش بالضرورة يعني؟ اليوم الانتشار كتير صعب يمكن الفنانين عم يستعينوا إن كان الممثلين أو المغنيين إنه اللي بيغني عم بيمثل واللي بيمثل صار يغني بحس إنه ما شاء الله اليوم على كتر الفضائيات وعلى كتر كتير اشياء فصار الفنان عم بيواجه صعوبة بالانتشار غير لو الله رايد له بغنية ينزل يكسر العالم العربي اوف لا بدنا يعمر العالم بس صدقني الانتشار كتير صعب فيمكن هيدا سبب من الاسباب انه الفنانين عم يستعينوا بالتمثيل والغنى حتى عم نشوف ظاهرات ممثلين هلا عم بيغنوا وعم بيصيروا مذيعين عم يحتلوا صح مكانكم صح كمان. يعني في عندك هلا انا بسالك كونك انت كمان خريجة اعلام ممكن نشوفك عم تقدمي برامج كنت مذيعة انا ما بيمنع اذا تقدم لي بالضبط برنامج مميز صدقني بعمل واردة الفكرة عندك يعني ايه واردة الفكرة يعني بس برنامج ممكن يكون واحد او اثنين بس يكون برنامج كتير قوي بتلاقي حالك رلانا عندك مواصفات الفناني الشامي الاستعراضية اللي ممكن تغني وترقص وتعمل تعمل فوازير برمضان كمان لا فوازير لا انا بعيده شوي عن الفوازير بس الحمد لله كثير يعني بحس انه انا بالتمثيل وبالغنى الى حد ما عرفت يعني رغم انه المشوار كثير كثير صعب بس عرفت افتح طريقي وان شاء الله رح اكفي واوصل لاكثر من ما انا وصلت حددتي خارطه الطريق لرلانا الخريطه انها توصل للتوب بكل شيء بكل شيء بالغناء او بالتمثيل يمكن شوف انا شوي صريحه رح خبرك الغنى سي مثلا عمره منه كتير طويل انا بشوف مثلا اليوم فنانين كبار بالسن بقول لا ما يغنوا احلى فبحس رلانا هلا بالغنى يمكن كمان 8 سنين او 10 سنين ما رح تكون موجوده بالغنى ورح تكون موجوده بالتمثيل اكثر فيعني هلا مبدئيا انا موجوده بالاثنين بس سي مثلا كمان 5 سنين او 8 سنين حتلاقيني انتقلت ان شاء الله بس للتمثيل وحكون بعيده عن الغنى